شكون هاد خير الناس أي أفضلهم على الإطلاق؟ هو الذي طال عمره وحسن عمله. طول العمر لا يكون نافعا للعبد ولا ينتفع به إلا إذا صاحبه حسن العمل. طول العمر يكون نافعا للعبد إذا صاحبه وقارنه حسن العمل. ولهذا قال اسم خير الناس من طال عمره وحسن عمله. اعلم أيها المسلم أن مدة عمرك ليست بين يديك، ليست أمرا لك، هذا الأمر ليس موكولا إليك. مدة العمر ديالك شحال غتعيش؟ لكن ما المطلوب منك في هذا الحديث؟ المطلوب منك أن تجاهد نفسك، لأن احنا في باب المجاهدة. المطلوب منك أن تجاهد نفسك ليحسن عملك. طول العمر ماشي ديالك، ماشي بين يديك. طيب بماذا طولبت؟ بماذا كلفت؟ بماذا أمرت؟ بحسن العمل. باش إلا طال العمر ديالك فليطل في طاعة الله تبارك وتعالى. إذا أمد الله في عمرك فليكن في طاعة الله. وإذا كان عمرك أقل من غيرك، من صاحبك ولا أخيك ولا جارك، فليحسن عملك أيا كان عمرك. فعليك باش بحسن العمل، لأن طول العمر أو عدم ذلك هذا أمر ليس بيدك ولم تكلف به، وإنما كلفت بالأمر الثاني وهو حسن العمل. فعليك عليك الاعتناء والاشتغال والاهتمام بالأمر الأول والثاني، بالأمر الثاني، لأن الأول ليس لك وليس في طوقك ولا تستطيعه. فاعتني بما هو في قدرتك وتحت استطاعتك وهو حسن العمل. قل مع نفسك إلى طال العمر ديالي طال فليطل في طاعة الله، فإذا لم يطل فعلي بطاعة الله تبارك وتعالى، حتى إذا وافتني المنية وأدركتني الوفاة أدركتني وأنا على الطاعة وأنا حسن العمل. العمل ديالي حسن لأن هذا ما كلفت به. خير الناس من طال عمره وحسن عمله. طيب فإن قال قائل إلى شي واحد من الناس كان عمره أقصر من غيره وحتى هو كان يحسن العمل إلا أن عمره أقصر من غيره، فهل يكون له الفضل الذي للأول؟ الجواب لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول خير الناس من طال عمره بهذه الضميمة. إذن إلى شي واحد طال عمره عاش فوق منك غير عام واحد، لكن بشرط حسن العمل، كان أحسن منك، كان أفضل منك، لأن السنة التي أطال الله عمره فيها قد فعل فيها ما لم تفعل، لأنك مت، فعل فيها ما لم تفعل من صلاة وصيام وصدقة وذكر وقراءة للقرآن، فبهذا الاعتبار يكون هذا خير الناس. لكن إذا كان العكس، لأن من يطول عمره إما أن يغتنمه وإما أن يخسره، إما أن يكون طول العمر حجة له وإما أن يكون حجة عليه، إما أن يكون في ميزان حسناته أو في ميزان سيئاته. فطول العمر بذاته هذا كالوعاء الذي يقبل الخير والشر. طول العمر بذاته ليس ميزة، وإنما الميزة في حسن العمل، لأن من الناس من يطول عملهم ومن يطول عمرهم ويسوء عملهم. كاين ناس يطول عمرهم ولا يغتنمون طول العمر في طاعة الله تعالى، فيطول عمرهم ويسوء عملهم. هؤلاء عكس الأولين. دابا لو فرضنا شي حد كان، نفرضوا جوج الناس على المعاصي والتفريط في الطاعات، وواحد منهما قصر عمره عن الآخر، والآخر عاش من وراه سنوات ولكن فاش في المعاصي في نفس الطريق في طريق الشر، شكون اللي كيكون أشد عقوبة؟ الثاني، لأنه لما طال عمره ساء عمله فكتبت عليه السيئات أكثر من الأول، أكثر من صاحبه الذي مات. والعكس بالعكس، إذا طال عمرك وحسن عملك تكون أفضل
من غيرك باعتبار تلك الأعمال التي عملتها ولم يعملها. واضح؟ إذا فعل هذا الحاصل شنو نقوله؟ طول العمر إما أن يكون نعمة لك أو نقمة عليك، واحد من الجهة. إذا اغتنمت طول العمر في طاعة الله تبارك وتعالى فهو نعمة أنعم الله بها وتفضل عليك بها. وإلى العكس، الإنسان طال عمره ويالله زيد في المعاصي وفي الموبقات والمهلكات، فهذا يكون طول عمره حجة عليه غدا يوم القيامة. إذن يقول عليه الصلاة والسلام: خير الناس من طال عمره وحسن عمله، وشر الناس من طال عمره وسيء عمله. سيء عمله أي أنه ذلك العبد هو أساء العمل، هو نفسه أساء العمل، لم يغتنم تلك النعمة التي أنعم الله تبارك وتعالى بها عليه. ولهذا قلنا مجرد طول العمر ليس نعمة بذاته، وإنما كيكون نعمة لمن اغتنمه في طاعة الله تبارك وتعالى. أما من لم يفعل ذلك فيكون طول العمر نقمة عليه. الحديث 15 عن أنس قال: غاب عمي أنس بن النضر. وهذه القصة عجيبة جدا في الاجتهاد في الطاعات. يقول أنس، شكون هذا اللي كيحكي لنا القصة؟ أنس بن مالك. والقصة اللي غيحكيها قصة وقعت لعمه أنس بن النضر. أنس بن النضر عم أنس بن مالك. إذا أنس بن مالك يحكي لنا قصة عن عمه أنس بن النضر. عن أنس قال: غاب عمي أنس بن النضر عن قتال بدر. ما كتبش لي يشهد وقعت بدر، غزوة بدر ما كتبش لي وقع يحضر ليها. علاش ما كتبش لي وقع ليها؟ لأن غزوة بدر وقعت فجأة، ما كانوش المسلمين مستعدين لها ومتهيئين، لا، وقعت فجأة، فلم يخرج لها إلا 310 رجلا. قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ديك الساعة لما أراد أن يخرج عليه الصلاة والسلام، لما أوحى الله تبارك وتعالى إليه بالخروج، جلس أبوي، جلس 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 جلس. قلنا النبي وقعت فجأة الغزوة، كيفاش وقعت فجأة؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما أوحى الله تعالى إليه بالخروج ونادى عليه الصلاة والسلام بالخروج، نادى الصحابة بالخروج، لم يأذن بالخروج إلا لمن كان ظهره حاضرا، يعني اللي خارج ولا مشير على الغنم ولا ما كاينش ولا هذا ما غيخرجش، غيعطلنا غيتقلنا، اللي كان الظهر ديالو حاضر وهو كاين هذا هو اللي يخرج. لماذا؟ لأنهم لما خرجوا أول مرة ما كانوا يظنون أنهم سيلقون النفير، كانوا يظنون أنهم سيلقون العير. الصحابة اللي خرجوا أول مرة ما كانواش عوالين على القتال في غزوة بدر، كانوا خارجين للعير لا للنفير. ولهذا الله تبارك وتعالى قال لهم: وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. فهم خرجوا في الأصل للعير، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما أراد أن يخرج خفف في الخروج، قال لهم: اللي عنده الظهر ديالو حاضر يمشي معنا، اللي ما كاينش الظهر ديالو حاضر بسرعة، لأنهم أسرعوا في الخروج. علاش؟ باش يلقاو العير ديال قريش في الطريق، باش يشدوها في الطريق، ما بقاوش نتسناو ناس حتى يتجمعوا نهار ولا يومين والعير راها غادة ديال قريش. فإذا كان قصدهم التعرض للعير، ولهذا بزاف الصحابة ما كتبش لهم الخروج، ما كانوش عارفين، هل اللي ما فراسوا والو، هل اللي كان خارج يرعى الغنم ديال الإبل ديالو ولا كذا، فكثير من الصحابة ما كتبش لهم الخروج، وحتى هذوك اللي خرجوا ما كانوش مستعدين للقتال، كانوا كيظنوا أنهم خارجين للعير. وشاء الله رب العالمين وقدر أن يلقوا النفير ماشي العير، ما غيلقاوش العير ديال قريش، غيلقاو قريش بروسهم. قريش وصلاتهم الخبر غزوة بدر المشهورة، وجاءوا من مكة والتقوا مع المسلمين في ببدر، في المكان المسمى ببدر، وتما وقعت المعركة. خارجين العير تلاقوا مع النفير مع قريش، وقع قتال، الكفار كانوا أكثر من 1000،
كانوا أكثر من ألف وعاد خارجين معولين على القتال، معهم العداء والعتاد متهيئين. قدر الله تعالى ذلك، وقع القتال بين 310 رجلا والأضعاف ديالهم أكثر من ألف، فنصر الله تعالى المؤمنين وهزم الكافرين وأذلهم. هذه هي غزوة ضرب باختصار. فإذا الله تبارك وتعالى قدر لهم ما هو خير وأفضل من العير، لأنهم شي كون تلقاو كاع العير ما غتصيرش لهم ما صارت لهم بهذه الغزوة من هيبة وعظمة في نفوس الناس. هما كاع تلقاو العير وجروها، اش غيقولوا الكفار والمشركون؟ غيقولوا هادو غير قطاع طرق تلقاو المال وخداوه، وبالتالي حتى حنا شي مرة نهجموا عليهم. لكن قدر الله تعالى أن يلقوا المشركين بعددهم وبالسلطة ديالهم اللي كانت عندهم وبالشهرة ديالهم بين العرب، وهزموهم بإذن الله تبارك وتعالى. فكانت لهم حصلت لهم واحد الغنيمة، وحصل لهم واحد الربح والفوز كثار من المال كثار من الفلوس. هذه هي غزوة بدر. هذا الصحابي أنس بن النضر بقى فيه الحال أنه ما حضرش لغزوة بدر، لأنه وقع جهاد في سبيل الله، أول غزوة غزاها رسول غزوة بدر وهو ما حضرش ليها، فتأثر بذلك. شنو قال رضي الله تعالى عنه؟ شوفوا القصة كيحكيها وكيحكيها ولد خوه أنس بن مالك، ولي كيحكي لنا القصة. قال: غاب عني أنس بن النضر عن قتال بدر، فقال: يا رسول الله، غبت عن أول قتال قاتلت المشركين، غزوة بدر، غبت وما كتبش لي نحضر. قال: لئن الله أشهدني قتال المشركين ليرين الله ما أصنع. لئن الله أشهدني قتال المشركين، إيش معنى لئن الله أشهدني؟ وهذا قسم، راه كيحلف، هذه لئن كتدل على قسم، كأنه كيقول والله لئن أشهدني الله، يعني لئن أحضرني، والمعنى لئن أبقاني حيا، إلا بقيت حي حتى وقعت شي غزوة أخرى، شي قتال آخر بينك وبين المشركين. لئن أشهدني الله، لئن الله أشهدني يعني أحضرني، الشهود بمعنى الحضور، والمقصود به هنا البقاء حيا، أنه يبقى حي حتى يوقع شي قتال. قتال لا يرين الله ما أصنع، ويصح لا يرين الله ما أصنع. لا يرين الله ما أصنع، شو معنى ديالها؟ لا يعلمن الله ما أصنع، المعنى واضح، لأنه يجوز بفتح الياء وضمها. بفتح الياء لا يرين الله، أي لا يعلمن الله ما أصنع، وبضم الياء لا يرين الله ما أصنع، يعني لا يظهرن الله ما أصنع للناس. هذاك الشيء اللي غادي نديره سيظهره الله تبارك وتعالى. فلما هذا الشيء قالوا إمتى؟ بعد غزوة بدر. طيب دازت مدة، شحال دازت؟ عام وشهر بين غزوة بدر وغزوة أحد، سنة وشهر. دازت سنة وشهر فجاءت غزوة أحد، الأسباب ديالها معروفة. قال أنس بن مالك ولد خوه كيحكي: فلما كان يوم أحد انكشف المسلمون، لما كان يوم أحد انكشف المسلمون، فقال: اللهم أعتذر إليك، إلى آخره. إيش معنى انكشف المسلمون؟ وقع للمسلمين ما وقع في الغزوة، لأنك تعرفوا غزوة أحد في أول الأمر كانت النصرة للمسلمين في الظاهر، في أول الأمر كانت النصرة وكانت الغلبة للمسلمين. ولكن لما خالف الصحابة الرماة الذين كانوا في الجبل أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا ينزلوا حتى يأذن لهم، لما خالفوا الأمر وقعت الكرة للمشركين، ولات الكرة للمشركين. هذا هو معنى انكشف المسلمون. انكشف المسلمون بمعنى تغلب عليهم الكفار المشركون في ذيك اللحظة. دابا راه مازال احنا في الغزوة، يعني لما نزل الرماة من الجبل وانقلب المشركون على المسلمين وصارت الغلبة لهم، ديك الساعة اش قال أنس بن النضر؟ راه حضر دابا في غزوة أحد، صافي راه قال المرة الجاية إن شاء الله نحضر، هو كان حاضر. طيب لما شاف ذاك المشهد أن الكرة صارت للمشركين اش قال؟ شوفوا اش قال. قال: اللهم أعتذر إليك مما صنع هؤلاء، يعني أصحابه، وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء، يعني المشركين. أبرأ إليك مما صنع هؤلاء، يقصد أصحابه، شكون؟ الرماة اللي خالفوا، لأن الرماة انقسموا إلى قسمين،
كيقصد داك القسم اللي خالفه امر النبي عليه الصلاه والسلام وبسبابه وقع ما وقع. فقال اعتذر اليك يا رب، بمعنى اللهم اعف عنا وتجاوز عنا مما فعل هؤلاء الذين خالفوا امر النبي عليه الصلاه والسلام. والله تبارك وتعالى قد صرح بهذا، قال اولما اصابتكم مصيبه قد اصبتم مثليها قلتم ان هذا قل هو من عند انفسكم. هذا اللي هو من عند انفسكم هو اللي تبرأ منه انس بن النضر. أبرأ إليك مما صنع هؤلاء، أعتذر إليك مما صنع هؤلاء، لأنه يعني يمكنش يتبرأ من الصحابة وهم مؤمنون. وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء أي المشركون لما صارت الكرة لهم. شنو الذي وقع؟ ثم تقدم بنفسه، أقبل على الجهاد في سبيل الله. يعني تستعمل اللي ولات الكرة للمشركين، كاين اللي كان حديث عن الإسلام ولا بعض المنافقين هذا فروا رجعوا هربوا. وبعض الصحابة لما رأوا الأعداد كثيرة كذلك فروا وهربوا. فهو اش فعل؟ أقبل. ثم بعد ذلك اش قال؟ قال فاستقبله سعد بن معاذ. دابا أنس بن مالك يحكي لنا تلاقى معاه سعد بن معاذ الصحابي الجليل رضي الله عنه. فقال هذا شكون اللي كيقول أنس بن النضر؟ قال سعد بن معاذ يا سعد بن معاذ الجنة ورب الكعبة إني أجد ريحها من دون أحد. الجنة ورب الكعبة يقسم كيقول والله إني أجد أشم ريحها. قال العلماء هذا الريح الذي يجده بعض الصحابة الجنة قبيل الاستشهاد هذا ليس متوهما ولا متخيلا، هذا حقيقي. هذا الريح الذي يشمونه ريح حقيقي الذي لم يثبت أن أحد من الصحابة وجد ريح الجنة وما ماتش، لم يستشهد. شي واحد قال لهم أجد ريحها وبقى حي أبدا. فهو ريح حقيقي وليس متوهما ولا متخيلا. الله تبارك وتعالى يجعل للمؤمنين الصادقين بشارة. شنو البشارة اللي كيجعل لهم قبيل الشهادة؟ أنهم يجدون ريح الجنة، يشمون ريحها. فقال إني أجد ريحها من دون أحد. قال سعد فما استطعت يا رسول الله ما صنع. سعد من بعد الغزوة وانتهت كذا كيحكي للنبي عليه الصلاة والسلام أجدى أنس بن النضر، لأن الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم جلسوا كيتذاكروا فيما فعل أنس بن النضر. سعد كيحكي قال فما استطعت يا رسول الله ما صنع، مع أن سعد بن معاذ كان معروفا بشجاعته وجرأته وإقدامه. هذا سعد بن معاذ وكيقول والله يا رسول الله ما استطعت ما صنع، ما قدرتش على داك الشيء اللي دار ذاك النهار أنس بن النضر رضي الله عنه. قال أنس هذا أنس بن مالك ولد خوه. إذا لما قال هو هذا الكلام باش نكمل لكم القصة لأن فيها حذف، لما قال هذا الكلام دخل بين المشركين وما صنع أحد في غزوة أحد مثل ما صنع، ما صنع أحد مثل ما صنع من قتال المشركين ودفع هؤلاء ورد هؤلاء وكذا. أجرى الله تعالى على يديه كثيرا من الخير بدفعه لكثير من المشركين، لكن من بعد وقع قتل. طيب كيفاش لقاو الصحابة مقتول؟ باش تعرفوا أنه أبلى بلاء عظيما. الدليل على أنه أبلى بلاء عظيما أنه ما تقتلش قتلا عاديا. شوش كيقول أنس بن مالك؟ فوجدنا به أي فيه بضعا وثمانين ضربة، كداو 80 ضربة. قال بالسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم. إذا المشركون رأوا منه ما رأوا من البلاء العظيم، يعني ما يمكنش كلهم واحد بالرماح واحد بالسهام واحد بالسيوف على واحد هو اللي كاين، لا، رأوا منه ما رأوا من الإقدام والشجاعة ومن دفع شرهم على المسلمين. فلقوا فيه بضعا وثمانين ضربة، ما بين ضربة بسيف وطعنة برمح ورمية بسهم. هذه هي الآلات ديال الحرب اللي كانت عندهم قديما، الرماح السهام السيوف كلها ضربوه بها، كداو 80 ضربة وجدوها في أنس بن النضر. قال أنس بن مالك يحيى ووجدناه قد قتل ومثل به المشركون. ماشي غير الضرب، زادوا على
83 ضربة مثلوا به. شنو معنى مثلوا به؟ شوهوا خلقته، شوهوا بالجسد ديالو لما أبلى من البلاء العظيم، بقي ذلك في نفوسهم فشو فمثلوا به. قال لك لدرجة أننا ما عرفناهش، تصوروا مثل به مع أنس هذا ولد خوه ما عرفوش، والصحابة كلهم ما عرفوش. شكون اللي غيعرفوا؟ أو يجي معنا أخته هي التي عرفته. قال أنس بن مالك: فما عرفه أحد إلا أخته ببنانه، بصبع عرفاته، يعني ما بقى بين له وجه لا صدر له، مثل به المشركون. فما عرفه أحد من الصحابة إلا أخته، باش عرفته بصبعه، شافت صبع عرفاته، هذا هو أنس بن مالك، أخته تعرفه ببنانه. قال أنس: كنا نرى أو نظن أن هذه الآية نزلت فيه وفي أشباهه من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. قال لك كنا، أي الصحابة، الصحابة كانوا يرون أن هذه الآية نزلت فيه وفي أشباهه، يعني هذا الرجل هذا من الناس، من الرجال الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه، لأنه قال سعد: إني أجد ريح الجنة من دون أحد، فصدقه الله تبارك وتعالى، صدق فصدقه الله عز وجل. فقال لك كنا كنعتقد أنه من الصحابة اللي نزلت فيهم هذه الآية من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. طيب شنو علاقة هذا الباب بباب المجاهدة؟ احنا في مجاهدة النفس، وهذا في جهاد، في الجهاد بالسيف والسنان. الجواب العلاقة ظاهرة، وهيش أن هذا البلاء الحسن وهذا الإقحام بالنفس في سبيل الله لا يمكن أن يصل إليه المؤمن إلا بمجاهدة النفس. ماشي مرتبة سهلة هذه، ماشي مرتبة سهلة أن تقحم نفسك وتقدم بها وتضعها في موضع يمكن أن يكون سببا في قتلك، موضع يقدر يكون سبب في هلاكك. هذا لا يكون، هذه المنزلة دي ما كتكون إلا بمجاهدة، وهذه راه منزلة عالية هذه ديال المجاهدة. علاش؟ لأن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كثير منهم لما وقعت الكرة للمشركين هربوا، كثير منهم هربوا كذا وهذا خوفا، لأن عدد المشركين كان مضاعفا بشدة، وصارت الكرة لهم لما تفرق المسلمون. إذا كثير من الصحابة اللي فروا وهربوا ماشي كنقصدوا كاع رجعوا للمدينة، ولكن غير من ساحة القتال كل واحد هرب بجلده، وهذا لما رأى هذا الشيء أقدم. كيفاش غيكون عندك هذا الإقدام؟ أنت كتشوف ناس عربين وأنت مقدم، لا يكون هذا إلا بمجاهدة شديدة للنفس، مجاهدة شديدة للنفس، ومرتبة عالية في الصدق مع الله تبارك وتعالى، لدرجة أنه يجد ريح الجنة وهو في الدنيا قبل الآخرة يجد ريحها. فدي العلاقة بين الحديث وبين مجاهدة النفس. الحديث الذي يليه حديث 13، حديث أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال: لما نزلت آية الصدقة كنا نحامل على ظهورنا، فجاء رجل فتصدق بشيء كثير فقالوا مراء، وجاء رجل آخر فتصدق بصاع فقالوا إن الله لغني عن صاع هذا، فنزلت: الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم الآية. متفق عليه، حديث عظيم جدا ومطابق للواقع. احنا غنذكروا بعض الأمور دياله موجودة إلى زمننا هذا من المنافقين، من منافقي زماننا، كل زمن عنده المنافقين دياله. هذه الآية تنطبق على منافقي زمان. هذا الحديث شوف كيقول أبو مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري، اش كيقول البدري؟ ممن شهد بدرا، أي صحابي شهد بدرا يقال له البدري. كيقول لما نزلت آية الصدقة، آية الصدقة كيقصد بذلك الآيات التي تحث على التصدق، والآيات التي تحث على التصدق كثيرة جدا ولا لا؟ كثيرة جدا. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم، ونحن ذلك من الآيات التي تحث على الصدقة. كيقول لما نزلت آية الصدقة، هذا الصحابي يحكي، كنا نحامل على ظهورنا، نحامل على ظهورنا، هذا يدل على معنيين، لأنه وش قال لك؟ كنا نحامل على
ظهورنا يحتمل معنيين أو يدل على معنيين. المعنى الأول أن يحمل أحدنا على ظهره بالأجرة ويتصدق بها. قال لك شوفوا شوفوا الهمة ديال الصحابة، وهذا هو الربط بين هذا وجهاد. شوفوا الهمة العالية. لما نزلت آية الصدقة، الصحابة اللي عندهم الفلوس وأغنياء الله يسر عليهم كيف يتصدقوا، واللي ما عندهمش أش داروا غير باش يتصدقوا باش يتصدقوا. قال لك مشاو كيهزوا على ظهورهم الثقل بالأجرة باش ياخذوا ديك الأجرة ويتصدقوا بها. نحامل على ظهورنا أي نحمل الأثقال على ظهورنا بالأجرة لنتصدق بها، لأن الله كيقول لهم يا أيها الذين آمنوا أنفقوا، هما فقراء ما عندهمش باش ينفقوا، أش يديروا؟ مشاو كيديروا الأسباب باش يحصلوا أجرة ويتصدقوا بها ويمتثلوا أمر الله تبارك وتعالى. لأن الصحابة رضي الله عليهم ما كانش شائع عندهم واش هذا الأمر للوجوب ولا للاستحباب، واش هذا النهي للتحريم ولا للكراهة، ما كانش الأمر معروف بين الصحابة. كانوا كيعرفوا أمر الله خاصو يتمتثل، نهي الله يجب أن يجتنب، هذا هو الأمر اللي كان يعمل به الصحابة، كانوا كيعرفوا العمل، كيعرفوش مثال الأمور. فكان الواحد منهم إلا ما عندوش فلوس، كيفاش يحامل على ظهره؟ ما عنده لا فلوس لا تاجر لا تجي حاجة، عنده غير ظهره، كيمشي للسوق يهز تقول باش ما جاب الله، باش ما يسر الله بقليل أو كثير، باش ياخذ أجرة، ماشي باش ينفقها على أهل وعياله، لا هاد الباب هذا هو ساده، ما عندوش ما يزيد عليه، الزائد على قدر نفقته ما عندوش، كيمشي يهز بنيتاش أن ديك الأجرة يتصدق بها باش يكون ممن امتثلوا أمر الله. يكون من دوك الناس اللي داخلين في آيات الصدقة اللي الله تعالى حثهم ورغبهم في الصدقة. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني ديال كنا نحامل على ظهورنا بمعنى أنهم كانوا يحملون على ظهورهم الصدقة، بمعنى كل واحد كيهز على ظهره داك الشيء اللي عنده اللي يسر ليه الله تعالى. اللي ميسور يحمل على حسب استطاعته، واللي كان فقير على حسب استطاعته. فالمقصود أنهم جميعا الغني والفقير والمتوسط كلهم تتلو أمر الله تعالى وكيجيبوا الصدقات ويضعونها أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم باش يعطيها النبي صلى الله عليه وسلم لمستحقيها. طيب هما على هذه الحالة أش وقع؟ وهذا هو اللي قلنا مرتبط بالواقع ديالنا. أش وقع؟ كاين واحد الناس لا شغل لهم، واحد المنافقين، هادو منافقون زمان النبي، ما عندهم شغل الا لمز المؤمنين. شنو اللمز؟ هو التعييب، ما عندهم شغل، لا هما تصدقوا ولا خلاو الناس يتصدقوا، جالسين من بعيد وغرضهم شغلهم تعييب الناس. الى شي واحد جاب صدقه كثيره كيقولوا هذا مرائي، هذا يبغي يرائي به للناس انه كذا. الى جا شي واحد جاب صدقه قليله كيقولوا وما إن الله لغني عن صدقتي. هذا اش دير جايب لنا درهم ولا جايب لنا مد من قمح ولا مد من شعير؟ إن الله لغني عن صدقتي، هذا بمعنى هذيك يضيعها جابها، ما شغل دير لنا، ما عندها ما دير. ولا جاب واحد بزاف مرائم، إذا لابد أن يتكلم، وشغلهم الشاغل هو هذا. وهؤلاء موجودون في زماننا، ما أكثر هؤلاء في زماننا، خاصة أخص بالذكر الحاقدين على الإسلام والمسلمين، الذين في قلوبهم حقد على اي شيء سميته الاسلام ولا اي شيء سميته السنه. لان كاين صنف عنده حقد على اي حاجه عندها علاقه بالدين، اصلا عندها علاقه بالاسلام عنده حقد عليها. هاد المسلمين داروا شي حاجه مزيانه غيتكلموا فيهم سوء، داروا شي حاجه اقل منها غيتكلموا فيهم سوء، وقعت شي غلطه من شي مسلم غينفخوها ويكبروها. هؤلاء ضد المسلمين. كاين ناس اخرين داخلين معنا في الصف من مسلمين يشهدون أن لا إله إلا محمد رسول الله، لكن عندهم عداء على السنة، خاصهم غير يشوفوا إذا رأوا شيئا حسنا يغضون الطرف عنه ويكتمونه كذا الرسول ما شافوش، وحتى لبغوا يذكروه يذكرونه بتنقص وبازدراء وباحتقار وكيفسروه كيف بغوا. وإلا شافوا شي عيب إن كان عيبا ولا شي حاجة ناقصة يلمزون أهل السنة في سنتهم. هذا موجود إلى زماننا هذا، كاين ناس لا شغل لهم، عندهم حقد دفين في القلب، إما على الإسلام عموما ولا على السنة خصوصا. على الإسلام عموما هذو من خارج الصف، ولا على السنة خصوصا من داخل صف المسلمين. شنو شغلهم؟ ما كيديروا والو. إلى المسلمين واقفين على شي حاجة شي أمر وكيتعاونوا فيه الناس من هنا وهناك وهنالك، هما واقفين من بعيد، لا هما عاونوا ولا خلاو الناس يديروا داكشي اللي في استطاعتهم، يلمزون. هذا كيدعي وماذا يغني دعاؤك انت تدعو، واحد
اراد ان يساهم بيده، اراد ان يرائي، ولا بغى يدير، بغى يتشهر مثلا في زماننا، بغى يتشهر هذاك، ولا بغى يبان، ولا بغى يظهر، وهكذا لا بد ان يتكلموا. لا لا لا، شاركت ببدنك تريد الشهرة، بعدت واكتفيت بالدعاء، اش غيدير لنا الدعاء ديالك؟ المهم على كل حال سيتكلمون فيه. طيب هادو اللي كيهضروا اش درتوا نتوما؟ دابا هاد المنافقين اللي جالسين هنا في زمن النبي عليه الصلاه والسلام وكيلمزوا المتطوعين في الصدقات، هما اش داروا؟ ما تصدقوا لا بكثير ولا بقليل، هما ما تصدقوا لا بالكثير ولا بالقليل، اش غرضهم؟ هذا الصدقه بالكثير مرائم، هذا بالقليل، ان الله لغني عن هذو. راه امثالهم واشباههم موجودون في زماننا ولا لا؟ نعم موجودون في زماننا. لا عملوا ولا تركوا الناس يعملون. جالس من بعيد يصنف الناس، هذا كاش دار، ولا هذا كاش دار، ولا هذاك ما دار والو، ولا هذاك دار كذا، ولا هذا قصد رياء. اذا شوفوا القصه. قال ابو مسعود رضي الله عنه قال فجاء رجل فتصدق بشيء كثير فقالوا مرائم، يعني هذا الشيء تصدق به كثير، بغى يرائي يبان ويظهر امام الناس، لا يريد بذلك وجه الله، بغي غير السمعه والظهور وكذا. وهل هم يطلعون على القلوب؟ الرياء هذا عمل قلبي، هذا عمل قلبي لا يعلمه الا الله، كما ان الاخلاص عمل قلبي. فلا تستطيع الجزم ان مسلم المسلمين انه مرائم، لا تستطيع الجزم بذلك. تقول فلان لما تصدق راى، لا يجوز لك ذلك اذ ليس ذلك بيدك، ذلك خفي عنك مستتر لا يعلمه الا رب العالمين. الا اذا كانت شي قرائن كالذل، ما كايناش القرائن، فسريرته يعلم بها خالقه سبحانه وتعالى. وانت لم يوكل اليك تصنيف الناس، الله ما وكلكش وما كلفكش تصنف الناس، تقول هذا مخلص، هذا مرائي، هذا داخل هنا، هذا ما داخلش هنا. كلفك الله بعملك ونفسك، بخاصة نفسك، مرائي ولا مخلص بينه وبين الرب تبارك وتعالى. واش داك انت تقول عليه مرائي ولا كان مخلص؟ إذا كان بينه وبين الله مخلص وانت غلطتي فيه وقلتي مرائي، ألا يقتص منك غدا يوم القيامة؟ لأنك تكلمت في أخي. وإذا كان مرائي وقلتي مخلص، واش بكلمتك زعما غتردو مخلص؟ راه مرائي، مرائي مرائي عند الله، كلمتك ما غتزيدو ما تنقصو. فإذا هذا اش قالوا؟ قالوا له المرائي. طيب من بعد جاء رجل آخر فتصدق بصاع، يعني حاجة قليلة، صاع أربعة الأمداد، فقالوا إن الله لغني عن صاع. فنزلت الآية، شنو نزلت الآية؟ شوفوا هذه الآية التي نزلت فيها دفاع عن المؤمنين، وفيها رد، وفيها فضح للمنافقين الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. شو الجزاء؟ الذين يلمزون، قلنا يلمزون بمعنى يعيبون، كيعيبوا الناس، يحتقروهم، يزدرون تلك المفادة وكذا. يلمزون شكون؟ المتطوعين من المؤمنين في الصدقات، المتطوعين هما اللي كيتصدقوا بشيء كثير. والذين لا يجدون إلا جهدهم، يعني كيلمزوا هذوك الذين لا يجدون إلا جهدهم. شوفوا كيلمزوا جوج الأصناف الناس، يلمزون المتطوعين ويلمزون الذين لا يجدون الا جهدهم، كيلمزوا جوج انواع. اذا هاد الذين لا يجدون ماشي معطوف على الذين الاول، لا، معطوف على المتطوعين. تقدير الكلام، يلمزون المتطوعين ويلمزون الذين لا يجدون الا جهدهم، كيلمزوا جوج الاصناف من الناس، المتطوعين في الصدقات والناس مساكن الفقراء اللي ما عندهمش، لا يجدون الا جهدهم، فيسخرون منهم، من الصنفين، من المتطوعين ومن الناس اللي ما عندهمش. شنو الجزاء؟ أول شيء الجزاء من جنس العمل، سخر الله منهم، وجزاء آخر ولهم عذاب أليم، وهم المنافقون. إذا هذه الآية اللي نزلت أش فيها؟ دفاع عن المؤمنين، ربنا يقول إن الله يدافع عن الذين آمنوا، دفاع عن المؤمنين، وفيها فضح ورد على المنافقين والكفار والمشركين. ولهذا نقول في زماننا على المؤمن الذي يتكلم فيه، كاين هاد الناس، كاين هاد المنافقون الحاقدون على الدين ولا على السنه، وكيتكلموا من هناك وهنالك فيما في اماكنهم ومواقعهم كيتكلموا، نقول للمؤمن عليك بما كلفت به، عليك بالعمل الصالح، الزمه والتزمه وحافظ عليه وداوم واستمر، ولا تلتفت ولا تبالي بتصنيفات الناس لك،
بتصنيفات أولئك الحاقدين والمغرضين لك أو لغيرك، لا تلتفت، لا بد أن يصنفوك، يقولوا عليك إما متشدد ولا متساهل ولا في نفس الوقت غتلقى الناس من قسم فيك إلى قسمين، قسم غيقول متشدد وقسم آخر يقول مميع متساهل، ولا بد ناس في نفس الوقت في نفس الزمن في نفس الموقف غير ينقسموا فيك إلى أقسام. فلهذا المؤمن شخص يدير ما يلتفتش لهؤلاء، عرفت الطريق إلزمه إلتزمه إعمل به، سل الله تبارك وتعالى الثبات والتوفيق والسداد واستمر في الطريق ولا تلتفت، لا بد أن يتكلموا فيه كائنا ما كنت رشتحت في النفاقة، تساهم بزاف يهضروا فيك، تساهم بشي شوية يتكلموا فيك، بشيء متوسط من الناس من سيتكلموا فيك، إذا فلا تلتفت. والصحابة كان هذا ديدنهم وشأنهم، لا يلتفتون، القافلة تسير، الطريق إلى الله تبارك وتعالى مسيرة يسلكون فيها ولا يلتفتون إلى النباح وإلى التقبيح وإلى التعيب وإلى اللمز، لأن الإنسان إذا التفت إلى هؤلاء يضيع من وقته ما يضيع على حسب التفاته. دابا أنت غادي في الطريق وناس يتكلمون هنا وهناك، وكل ما تكلم واحد غتوقف، ما تبقاش غادي توقف في الطريق وتجاوب هذا ولا ترد هذا ولا تتكلم مع هذا ولا تجيب الآخر، إذا توقفتي في الطريق ما بقيتيش سائر، فعليك أن تسير وألا تلتفت لهؤلاء. أحيانا كيكون الرد عليهم، رد على هؤلاء بتجاهلهم، الرد عليهم يكون بتجاهلهم وعدم الالتفات إليهم، كأنهم معدومون، تعتبرهم كالعدم، كتجعلهم هم والعدم سواء، فلا تلتفت وتستمر. هكذا المؤمن في سير إلى الله تبارك وتعالى، راه عموما ستجد أمثال هؤلاء ممن يتكلمون، يقدروا يكونوا من أقاربك أو من أصحابك أو من جيرانك أو من كذا وكذا، وغيتكلموا بأمر من الأمور من باب اللمز والتعيب والتنقيص والتحقير، لا بد أن تجد هؤلاء، فلا تلتفت واستمر في طريقك، وسل الله تبارك وتعالى الثبات والإعانة والتوفيق والسداد. الصحابة رضي الله عنهم وجدوا هذا ولم يلتفتوا واستمروا في طريقهم إلى الله تبارك وتعالى. إذن الحاصل أن علاقة الحديث هذا بالمجاهدة من وجوه، الوجه الأول أن الصحابة من باب مجاهدتهم لأنفسهم كانوا كيف ما قلنا كيحملوا على ظهورهم بالأجرة ليتصدقوا، وهذا الأمر لا يبعث عليه، هذا العمل راه ما يبعثك وما يدفعك ليه إلا جهاد النفس، جهاد النفس هو الذي سيدفعك إلى أنك تمشي وتقلع على ظهرك وغرضك وقصدك تأخذ أجرة باش تصدق بها في سبيل الله تبارك وتعالى، هذا لا يكون إلا بجهاد النفس. والذين لا يجدون إلا جهدهم، هؤلاء لا يكون هذا منهم إلا بجهاد النفس. وهذه المسألة اللي ذكرنا اللي هي الاستمرار في الطريق وعدم الالتفات، هذا أيضا لا يكون إلا بجهاد النفس. طيب، واحد المسألة هنا قد يسألوا عنها بعضكم، يقول هنا في الحديث تذكر لنا اللي كينفق بزاف واللي كينفق شوية وكذا من ناحية الفقهية، هل الصدقة والنفقة من هؤلاء جميعا فيها أجر فيها ثواب؟ الجواب نعم، الصدقة من هؤلاء جميعا فيها الأجر والثواب، ممن أنفق كثيرا وممن أنفق قليلا، بل قد يسبق درهم درهمين، ربما قد بعض الناس قد يتقبل الله من صاحب القليل ولا يتقبل من صاحب الكثير، هذا متى؟ إذا كان صاحب القليل مخلصا ولا يملك إلا ما تصدق به، داكشي اللي عنده واللي عنده تصدق به، أنفق مما يحب ماشي من فضل ما عنده، لأن الناس من ينفق من فضل ما عنده، ممكن يكون واحد فقير أنفق مما هو محتاج إليه ومما يحبه وتتعلق نفسه به، ما عندوش بزاف، عنده غير بركة قليلة وقسمها على جوج وتصدق بها في سبيل الله، فبهذا الاعتبار يكون أفضل ممن تصدق من فضل ما عنده، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وباعتبار آخر أنه ممكن واحد يتصدق درهم ويسبق درهمين، يكون هذا مخلصا ويكون الآخر يعني إن كان كذلك، لكن انتبهوا، إذا بجوج اتفقا معا في الإخلاص، هذا أنفق درهما
وهذا أنفق درهمين وكانا مخلصين لله. شكون الأكثر أجرا؟ الأكثر نفقة بلا شك، هذا هو الأصل، الأكثر أجرا هو الأكثر نفقة. واش واحد صلى أربعة ركعات نوافل لله يستوي مع من صلى ركعتين لله؟ لا يستوي. الأكثر عملا هو الأكثر أجرا إن أخلص لله تبارك وتعالى. إحنا قلنا أي قد، ربما قد للتقليل، ربما شي واحد ينفق شي حاجة قليلة ويكون خيرا مما أنفق كثيرا إذا كان هذا مخلصا وكان هذا مرائيا، أو أنفق هذا مما هو محتاج إليه والآخر من فضل ما عنده. ليس العطاء من الفضول سماحة حتى تجود وما لديك قليل. إذن فالحاصل أن الإنسان مهما أنفق، يعني سواء أنفق قليلا أو كثيرا، فإنه إن أخلص في ذلك لله تبارك وتعالى كانت نفقته صدقة وأجر وأثيب عليها. وسميت النفقة صدقة لأن شفنا في الحديث قال لما نزلت آية الصدقة بذل المال في وجوهه، علاش يسمى صدقة؟ يسمى صدقة لأنه يدل على صدق صاحبه. الصدقة مأخوذة من الصدق، مأخوذة من الصدق، فهي تدل على صدق وصحة إيمان صاحبها. لأن الأصل في البشر، الأصل فينا نحن البشر، أننا مجبولون على حب المال، وإنه لحب الخير لشديد. الأصل في الإنسان أنه شديد الحب للمال بفطرته، فهذا الأصل فينا. فإذا شي واحد من الناس عنده مال كسبه من حلال من عرق جبينه، وكي يأخذ من ذاك المال ليكسبه من عرق جبينه من الحلال ويضعه في مواضعه لله تبارك وتعالى، هذا يدل على صدق إيمانه، صحة إيمانه. خلص نفسه من الشح واستخرج وخدع من واحد المال اللي كسبوا العرق ديال الجبين اللي وضعوا لله تبارك وتعالى، يدل ذلك على صدقه. ولهذا سميت الصدقة صدقة، تدل على صدق وصحة إيمان صاحبها. وكثير من المؤمنين إنما يمتحنون ويختبرون بالصدقات. رأى الناس في اختبارهم في سيرهم إلى الله تبارك وتعالى في صدقهم في السير، باش تعرف رأسك صادق في السير إلى الله لست صادقا. الناس في هذا الأمر يختلفون، كل وباش يبتلى، كل واحد من الناس وباش يختبر. كاين من الناس من يختبر صدقه بنفقته، بالنفقة ميسور الله تعالى وسع عليه وعنده فضل على ضرورياته وحاجياته، فضل زائد. وإذا دعي إلى الصدقة، إذا دعي وحث على الصدقة في باب عظيم من أبوابها كباب الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، قد يبخل، فيكون هذا الأمر هذا ديال الصدقة يكون اختبارا له، اختبارا لنفسه، هو يختبر راسه بهذا، اختبارا لصدقه. لأن الصادق مع الله تبارك وتعالى لا يبخل بماله، لا يشح به. وباب من أبواب الله تبارك وتعالى محتاج إلى سده من نفقته ومن صدقته. لا يبخل المؤمن بفضل ما عنده. فكين من الناس من يختبرون، فاش يختبرون في صدقهم إلى الله تبارك وتعالى بالصدقة بالنفقة. فإذا لقيت من نفسك أيها المؤمن شيئا من البخل والشح والإمساك، إمساك اليد، فاعلم أنك تحتاج إلى مجاهدة نفسك لتزيل منها الشح والبخل وحب المال. وإن وجدت من نفسك إقبالا وإقداما على الصدقة وعلى وضع المال حيث أراد الله تبارك وتعالى، فذلك دليل وأمر على كرمك وجودك. فسل الله القبول والثبات والتوفيق والسداد. أسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين.